الرحمن الرحيم. بداية نشكر مديرية الصحة لولاية غردايا وجمعية الإشراق وجمعية الأمل على هذه المبادرة اللي جات في آخر الشهر الأزرق شهر نوفمبر، وخاصة في التشخيص المبكر سرطان الثدي وعنق الرحم بالنسبة للمرأة، وأيضا سرطان البروستات بالنسبة للرجال. المبادرة طيبة ونرجو أنها تثمن وتزيد تنتشر في نقاط الظل. وصلتوا المرض تقريبا للعصر، ولتفادي هذيك هي من المستحسن على كل مواطن يعني يجيو كل مرة كل ما يفوت العمر تاعو 50 سنة على الأقل يدير كشف مبكر، إذا كان فيه احتمال تاع إصابة ولا مرض يمكن تداركو أحسن من الحالة اللي تكون ستاد أفونسي ومن بعد نلقاو رواحنا ما قدرناش نعمل. إذن سيدة حميدة كتاب الأمينة العامة لجمعية الأمل لمساعدة المرضى المصابين بداء السرطان لمركز بيير وماري كوري، اليوم قافلة الفحص المبكر لسرطان البروستاتا يعني تصل إلى ولاية غردايا من أجل إجراء عملية فحص مبكر لسرطان البروستاتا بمناسبة نوفمبر اللي هو الشهر العالمي لمكافحة سرطان البروستاتا. هذا المرض، هذا السرطان الذي أصبح يتفشى في العالم وكذلك بانتشار كبير في الجزائر، بحيث هذه سنة احتل المرتبة الثانية بعد سرطان القولون والمستقيم عند الرجل في الجزائر. يعني يوجد هنا وعي صحي وثقافة صحية، يعني بالنسبة للقافلة عند عامين كي بدأت أول قافلة كان في احتشام، من السنة هذه يعني للرجال وخاصة البروستات يعني كان يعني إقبال كبير جدا.